صحيح يا باشمهندس. يا أستاذ أحمد، ايوه نبدأ اتفضل يا باشمهندس. إن شاء الله على بركة الله. دونك بالإضافة إلى الحصص الفائتة اللي تكلمنا على الاستراتيغرافي وأنواع للديسكونتينويتي تو برانسيب استراتيغرافي، الآن إن شاء الله سنتكلم عن موضوع آخر وهو لا تكتونيك. What is this tectonic? So, لا تكتونيك or structural geology. What is يعني ما هي عوامل التي تعطينا تحول الصخور من شكلها الطبيعي إلى التواءات وإلى انكسارات كما أعطيتكم في الحصة الفائتة دي exercise. So, كما نرى فيها مجموعة من التحولات ومجموعة من الأشكال التي تعطينا في النهاية. فبالنسبة كما نرى مثلا هنا نرى على وجود فائق الذي يقسم كل هذه الطبقات ويعزلها عن أختها الأخرى، فيجب على الجيولوجي أن يحدد نوعية هذا الفارق ونوعية كل التحولات. يعني the tectonic or structural geology is a discipline of earth science that studies، يعني هي التي تقوم بدراسة structure، يعني هذه الأشكال، يعني سواء كانت فوارق أو طيات أو غيرها، سواء كانت يعني the ground dimension، يعني دي كيلومترات متعددة أو صغيرة، يعني هي التي تدرس the structure، وأيضا تدرس deformation، يعني التغيرات التي طرأت عليها، لأن كما نلاحظ هنا مثلا في هذه الصورة في هذه الصخور فهي كانت متطابقة مع بعضها، هذا كما نرى هنا هذا the layer here الأبيض كان هنا، لكن بعوامل تكتونية قد نراه هنا. فهذا هو يعني الدور الجيولوجي، يعني يحدد نوعية الفارق ونوعية deformation، يعني التغيرات الطارئة عليه، and the movement، يعني التحركات، يعني هل هذا كان هنا، يعني كان في الجهة اليمنى ثم صعد للأعلى، أم أن هذا الذي يوجد هنا تحت الفارق هو كان في الأعلى أم كان في الأسفل، يعني كل التغييرات التي طرأت عليه، يعني the movement، يعني الحركة، and the mechanisms، يعني ما هي الظروف أو العوامل التي جعلت كل this is the material، يعني the layer، أن يغيروا مقرهم أو يغير the position ويعطي هذه انكسارات وهذه كما نلاحظ مثلا هنا بالنسبة للطيات أو إلى آخره. عامل آخر كما نراه كما المعلوم فيه على أن درجة الحرارة والضغط يزداد عندما يزداد عمق الأرض، يعني فمثل هذه الطبقات التي تكون يوجد فيها انكسارات ويوجد فيها يعني شقوق، يعني نجدها في الطبقة الأعلى للقشرة الأرضية أو القشرة المحيطية، يعني في الطبقة كما نقول غير درجة الحرارة معتدلة، لكن عندما تكون درجة الحرارة يعني مرتفعة، يعني لا تكون هذه الطبقات
يعني متحجرة جدا، ولكن تكون يعني درجتها درجة حرارة مرتفعة، فتعطينا هذه الطيات، يعني تعطينا هذه الطيات كما نلاحظ، كما نلاحظ هنا. فلا بد لك عندما ترى مثل هذه، يعني هذه الأشكال، يجب أن تعطي نتائج حول مثلا كيف تكونت وظروفها، ظروف درجة الحرارة وظروف الضغط وكذا إلى آخره. يعني كما قلنا التكتونيك هي تدرس الستركشر، يعني ماذا يحدث فيها، يعني هذوك لي لاير ماذا حدثت لهم، يعني الستركشر. كما نرى مثلا هنا، نلاحظ هنا وجود فارق التي احدثت تغير لهذه الطبقات دي لاير. كما نرى مثلا هذه الطبقه البنيه الموجوده هنا، هذه الموجوده هنا، يعني كانت بالاحرى كانت توجد هنا، لكن لظروف تكتونيه، يعني لظروف الضغط. السلام عليكم. تقريبا في مشكلة في الإنترنت. السلام عليكم، سامحوني على الانقطاع. عليكم السلام ورحمة الله، الله يكرمك. سامحوني، سامحوني. كما قلت، يعني لا تكتونيك فهي مجموعة التغيرات، the structure of the formation and the movement and the mechanism. So the structure، يعني ما هي، ما هي عوامل، يعني الستركتشر التي طرأت مثلا على هذه الطبقات. كما قلت، على ان هذه الطبقات في الاصل، في الاصل فهي كانت يعني في نفس، يعني كانت افقية، يعني كما نرى مثلا هذا اللاير البني، يعني كان بالاحرى هنا، يعني الذي يشبهه، وكذا ينطبق على اللاير الذي الموجود فوقه، وكذا هذا الابيض فهو هنا. يعني الستركشر التي طرأت هنا، يعني الحركة التي طرأت هنا، يعني وجود فارق، هذا الفارق الذي نراه هنا، نراه هنا الستركشر انجلاغ، يعني وجود انجل، يعني ما بين هذه الطبقات الموجودة تحت والطبقات الموجودة فوقها، وهي نفسها، يعني الطبقات الموجودة هنا فهي نفسها الموجودة هنا فوق، لكن عن طريق الضغط وعن طريق التكتونية، عن طريق التكتونيك، يعني حدث هذا الفارق، مما أدى إلى صعود كل هذه الطبقات فوق أخرى. كما أعطي مثال، يعني عندما تأخذ عصا، وتضغط عليها من كلتا، من كلتا الجانبين، يعني فتنكسر، يعني وجود الكسر، يعني فهي هذا المثال ينطبق نفسه على 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 هذا المثال. يعني كانت هذا، هذه الطبقات كانت مستقيمة، يعني كانت horizontal، لكن بوجود الضغط، عامل الضغط هو الذي أدى إلى انكسارها وحدوث هذا الفارق. بالنسبة للمثال الآخر، كما نرى هنا، يعني تقريبا نفسه، لكن وجود، يعني هنا طبقات مائلة وطبقات يعني مستقيمة فوقها horizontal. مثال آخر عن structure، يعني وجود التواءات، يعني هذه التواءات، مما يعني على أن وجود ضغط عليها، يعني وكانت بالنسبة لهذه الصخور فهي لماذا تعطي هذه التواءات لظروف معينة، لأن هذه الصخور تشكلت في درجة الحرارة
وضغط مرتفع على ما هو بالنسبة لهذه الموجودة فوقها أو بالنسبة لهذه. لكن فيقول أحد يعني كيف، يعني السؤال المطروح يعني كيف نراها نحن فوق، يعني نراها في 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 على سطح الأرض، يعني عن طريق لاتكتونية الصفائح، يعني حدوث انغرازات وحدوث يعني صعود وطلوع لما بين الطبقات الأرضية. يعني هناك مثلا انغراز طبقة تحت طبقة مما يؤدي إلى طلوع يعني وظهور هذه الطبقات يعني الموجودة داخل الكرة الأرضية، مثلا على معدل درجة حرارة جد مرتفع، فنراها كما نراه اليوم على سطح الأرض. الديفورميشن فهي يعني نوعية الضغط التي أعطانا مثلا هذه الالتواءات، مما يعني على أن كما نرى أن الالتواءات على هذا الشكل يعني أن الضغط كان من كلتا الجهتين، يعني مثلا من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى. عندما نأخذ مثال الإسفنجة، الإسفنجة عندما نضغط عليها من كلتا الجانبين يعني تعطي التواءات على هذا الشكل، على هذا الشكل. The movement يعني حركة هذه الصخور، يعني كيف حدثت هذه الحركة، الحركة التكتونية. يعني نرجع إلى هذا المثال، يعني كما قلت على أو هذا المثال آخر مثلا هنا، يعني هذه الصخور يعني كانت مستقيمة، لكن لظروف الضغط ظروف تكتونية أعطتنا هذه الطيات أو هذه الالتواءات، يعني لظروف الضغط التي أدت إلى ظهور هذه الطيات. The different type of deformation، يعني هناك نوعين من deformation، هناك the break deformation والنوع الآخر يعني هو الذي يوجد فيه التواءاتهم إلى آخره، decrease of الذي يعطينا default مما يسمى الالتواءات أو الطيات بالأحرى الطيات. So the break يعني هي التي نراها في الجزء العلوي من طبقة الكرة الأرضية لظروف ضغط معينة، ظروف ضغط ودرجة الحرارة نسبية وغير مرتفعة. لكن إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة فلن نرى الانكسارات، بل سنرى ستعطينا طيات. فمثال لمثال لبريك ديفورميشن وهو الدياكلاز، ما هي هذا النوع من الانكسارات، هو نوع من الانكسارات التي يحدث في الطبقة العلوية لسطح الكرة الأرضية. الدياكلاز وهما دي شقوق يعني الصخور تشقق، يعني يحدث لها انكسار ولكن لا تتحرك، يعني في مكانها، يعني يحدث لها يعني كما تأخذ أويمة آنية الطين يعني في مكانها مما يسمى دياكلاز، يعني وجوب شقات لكن دون تحريكها. كما نرى هنا نرى أن هذا الشق يعني بما يسمى الفالق العالي أو الفالق كما سنتطرق ليس لاحقا إن شاء الله،
الفرق ما بين الدي كلاس وهذا التال هنا وهذا الفارق على ان هذه الصخور تحركت جهه اخرى، يعني غيرت مسارها. The دي كلاس هو حدود شقوق بالنسبه للصخور، لكن دون موفمنت، يعني بدون حركه، يعني تبقى في مكانها. مثال اخر وهو مثال واضح هنا، كما نرى عدد كبير من الشقوق على هذه الصخور لكن تبقى في مكانها دون الحركة، يعني لم تغير مسارها. فالمثال الذي أعطيته هنا يعني بالنسبة إلى هذا الفارق، so the mechanism، الآن سنرى الميكانيزم الذي أدى إلى هذا الفارق. سأعطيه هنا يعني لوجود الضغط من كلتا الجانبين، يعني من كلتا الجانبين كما نرى، يعني عند الضغط من هنا كما ترى الفليش أحمر من هنا أحمر من هنا، وهو يدل على الضغط. عندما نضغط عليه من كلتا الجانبين يعني نرى يعني صعود، يعني حدوث شقة داخل الصخور، يعني وصعود طبقة إلى الأعلى، يعني صعود طبقة إلى الأعلى. فنرى مثلا اللاير الأحمر لم يعد متوازي معه هنا، يعني أصبح أعلى منه. يعني هذا الميكانيزم كما ينطبق هنا على هذا المثال، يعني هذه الصخور كانت مستوية هنا لكن عن طريق الضغط. هذا الذي تشاهدونه هنا فهو مثال حي، يعني وجوب الضغط من كلتا الجانبين أدى إلى صعود هذه الصخور. بالنسبة للمثال الآخر هنا، يعني في وجود التي تعطي يعني العامل لميكانيزم التي يعطي هذه الطيات، فهو كما ترون هنا بنفس الضغط، يعني بنفس الضغط يعطي أيضا طيات كما ترونه هنا، يعني وجوب الضغط من كلتا الجانبين يعني يعطي هذه الالتواءات التي نراها في سطح الأرض. مثال آخر لميكانيزم، يعني مثال طروادي، يعني كما ترون هنا، يعني هذا اللاير كما ترونه هنا، هذا اللاير الأزرق، يعني بوجود الضغط من هنا وهنا، يعني من اليمين واليسار، أدى إلى صعود طبقة منه، يعني هذا البلوك، يعني هذا القسم أدى إليه إلى الصعود للأعلى. يعني هذه يعني السهوم التي ترونها هنا فهو يدل على هذا هذه القطعة، يعني the movement، يعني أين ذهبت، يعني هذه صعدت إلى الأعلى وهذه إلى الأسفل بوجود الضغط من كلتا الجانبين من اليمين ومن اليسار، كما ترونه أيضا هنا، يعني الضغط من اليمين ومن اليسار يؤدي إلى صعود الماتيريال الموجود في الوسط. هذا مثال آخر حي، كما ترون هنا هذا بوجود الضغط من كلتا الجانبين كما ترون هنا على هذا اللاير، يعني بما أدى إلى صعود هذه الطبقة كاملة إلى الأعلى. يعني إذا أردنا أن نعمل the movement، يعني هذه الطبقة يعني صعدت إلى الأعلى وهذه إلى الأسفل بما يسمى defy inverse. وأيضا
هنا كما ترون هنا يعني وجود الفارق المعكوس هنا، يعني وجود هذا الفارق المعكوس كما ترونه هنا. يعني ما هو الفارق المعكوس؟ هو الذي كنا ندرسه الآن، يعني عندما وجود الضغط من كلتا الجانبين، يعني الضغط من كلتا الجانبين مما يؤدي إلى صعود طبقة إلى الأعلى فوق الأخرى، يعني عندما يكون الضغط من كلتا الجانبين يعطينا الفارق المعكوس بما كما ترونه هنا، هذا ما يسمى الفارق المعكوس أو the phi norm phi inverse foot. كما تنظرون كما هذا اللاير الأبيض، يعني هذا البلوك بأكمله صعد إلى الأعلى وهذا إلى الأسفل بحدود شق بين هذه الصخور كما ترونه هنا عن طريق الضغط من اليمين ومن اليسار. مثال آخر هنا كما ترون هذا الفالق هنا، هذا الفالق هنا كما ترون هذا اللاير الأسود، فهو تتمته هنا هنا الفوق، يعني عن طريق الضغط هذا الطبقة صعدت إلى الأعلى وهذه إلى الأسفل. أما بالنسبة للفالق العالي، بالنسبة للفالق العالي لكي أعطي يعني دي جنراليتي، كيف يحدث هذا الفالق العالي والفالق المعكوس؟ يعني عن طريق تيارات الحمل الحراري الموجودة في الأتموسفير، الموجودة في الليتوسفير، يعني عندما يعني تحريك العامل الأساسي لتحريك كل هذه الطبقات الأرضية وتكتونية الصفائح فهو تيارات الحمل الحراري. فعندما تكون نرى هنا حركة تيارات الحمل الحراري، يعني هنا تدور إلى اليمين وهذه أيضا إلى الشمال، يعني وجود هنا يعني هذه الطبقة تعود يعني هي التي تعطي الفوالق العالية، لكن هنا فنرى الضغط من الجهة اليسرى وسيكون أيضا ضغط من جهة اليمنى. يعني لو أتممنا لسيري ديال تيارات الحمل الحراري سيكون هنا ضغط مما يؤدي إلى يعني ضغط من جهة اليمنى والضغط من جهة اليسرى الذي يعطينا الفوارق المعكوسة التي نراه على هذه على كل هذا المجال. لكن في هذا المجال عندما تكون تيارات الحمل الحراري يعني لا تعطي يعني تعطي ظهور يعني تباعد بين الطبقات، يعني هنا نرى تباعد بين الطبقات وهنا تقارب بين الطبقات، يعني في التقارب يكون ضغط من كلتا الجهتين، لكن في التباعد لا يكون ضغط من كلتا الجهتين ولكن يكون الضغط أفقي عمودي عليه مما يؤدي إلى التباعد. أرجع إلى هنا، يعني هنا عندما يكون في حالة الفالق العادي يكون كما قلت الضغط أفقي عليه يعني موازي ليه، يعني يكون بهذا الشكل هنا، يعني يكون عندي تباعد، أرى أن هذه الطبقة ستذهب إلى اليمين وهذه إلى اليسار، يعني مما يؤدي إلى حدوث هذا الفارق كما أراه هنا بالأحمر، أرى أن هذه الطبقة الحمراء نزلت إلى التحت وكذلك كل هذه الطبقات الأصفر والأحمر والأبيض والأخضر، يعني لم تبقى موازية إلى 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 أختها. كما مبين مثال آخر هنا، يعني وجود الضغط من هنا يعني يعطي فوارق
عادية أو دي نورمال فود أو فاين نورمال. كما نرى مثل هنا هذه الطبقة البيضاء بكوارتز، طبقة بيضاء يعني هذه ملتصقة هنا، لكن بحدود هذا الفارق العادي الذي نراه هنا، يعني أصبحت هذه الطبقة من الأسفل نزلت إلى التحت، والطبقة الأخرى صعدت إلى الأعلى عن طريق يعني تباعد كلتا الطبقتين، هذه إلى اليمين والأخرى إلى الشمال، بعكس الفارق المعكوس فهو عن طريق الضغط من كلتا الجهتين التي يعطي الفارق المعكوس. مثال آخر للفارق العادي كما نراه هنا، يعني نزول هذه الطبقة للأسفل والأخرى للأعلى. مثال هذه structure another structure، وهو وجود عندما يكون الشق يعني vertical وموفمنت تكون horizontal، يعني تحرك الطبقات فهو horizontal، لكن horizontal لكن الشق يعني vertical، يعني لا يكون ليس مثل الفارق العادي والفارق المعكوس، يعني فهو يكون يقطع من 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 النصف، يعني يقطع القطعة من النصف، وعن طريق يعني الحركة تكون horizontal كما نراه هنا، يعني الحركة هنا فهي horizontal ما بين هذه الطبقة هنا والأخرى، يعني أرى أن هذه الطبقة انزاحت إلى اليمين والأخرى إلى الشمال. هنا كل أنواع يعني تكتونية يعني ديفريد، ثلاث أنواع التي درسناها اليوم، يعني ديفاي نورمال نورمال فوت فوت أنفس، عندما يكون الفالق vertical أو بما يسمى decrochement، يعني هنا الضغط من كلتا الجانبين الذي يعطي الفالق المعكوس، هنا الفالق العادي، وهذا هذا horizontal أفقي. Decrease يعني النوع الآخر يعني من التكتونية، يعني هو الذي يعطي الطيات default، فهو بنفس عن طريق نفس الضغط ونفس الميكانيزم، لكن الفرق بينهم وبين الفوالق كما قلت في البداية، وهو المستوى الذي تكونت فيه، يعني المستوى الذي تكونت فيه هذه الطيات فهو مستوى جد 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 يعني درجة الحرارة والضغط فهي مرتفعة، لأن الفوالق تحدث إلا في الطبقة الأرضية يعني الأفقية، لكن هذه الطيات تحدث في العمق، عمق الكرة الأرضية عن طريق الضغط، يعني كما قلت الميكانيزم فهو الضغط من كلتا الجانبين على هذه الدلاير فيعطي هذه الطيات. هذه الطيات فهي هذه القمة العلوية أو المحدبة تسمى أنتيكلينر، يعني هذه الطبقة المحدبة تسمى أنتيكلينر، أما هذه الطبقة المقعرة من الطية تسمى سانكلينر، يعني هذه الطبقة المقعرة تسمى سانكلينر، الطبقة المحدبة تسمى أنتيكلينر كما هو، يعني أعطي المثال التي سبق أن يعني هنا هذه الطبقة المحدبة تسمى
أنتيكلينا، وهذه المقعرة تسمى سانكلينا. كما هو مبين هنا، يعني أرى هنا the synclinal and the anticlinal، يعني anticlinal synclinal anticlinal synclinal. مثال هنا آخر، يعني هنا synclinal anticlinal synclinal، يعني الطبقة التي تكون محذبة تسمى anticlinal، أما الطبقة المقعرة تسمى synclinal. هذا كما ترون هنا، يعني لإيطب، يعني لتحول هذه الصخور الأفقية إلى طيق، يعني the time one، يعني حدوث الضغط من كلتا الجانبين، يعني كلما كان الضغط مرتفع كلما كانت يعني علو الطيه كان اكبر، يعني كلما ازداد الضغط كلما ازدادت الطيه، يعني الضغط الموجود هنا يعني ليس بالنسبه الى هنا كما ترون هنا، يعني تباعد بين جوانب الطبقات، يعني هنا الضغط جد مرتفع بالنسبه الى هنا، كلما ازداد الضغط كلما ازدادت حذبت الطيه. كما ترون هنا، يعني هنا the anticlinal synclinal anticlinal synclinal. the anticlinal يعني وجود حذبة، يعني هي القمة الطية، هذه الطبقات كلها تسمى anticlinal. مثال آخر كما ترون هنا، يعني هذه طية، يعني هذا نفس كان هنا لكن عن طريق الضغط أعطت هذه الطيات بما يسمى anticlinal. السانكلينال وهي الطبقة يعني المقعرة، الجزء المقعر من الطية يسمى synclinal، كما ترون أيضا هنا، يعني هذه الطبقة حمراء بنية مقعرة هنا تسمى synclinal، والأخرى ستجد موازية لها يعني تتمتها anticlinal synclinal anticlinal synclinal. يعني عن طريق يعني نفس الضغط نفس ستريكتشر، يعني يعطي دي ستريكتشر ديفرنت، مثلا يعطي دي بلي انتيكلينال اند سينكلينال، وهي نفسها في نفس الطيه، يعني عن طريق الضغط يعطي نفس الطيه، لكن الطبقه المحدبه تسمى انتيكلينال، اما الطبقه المقعرة فهي تسمى دي سينكلينا. فأتوقف هنا وأتمنى أن تكونوا يعني استفدتم من هذا الدرس، يعني لا أود أن أطيل عليكم كثيرا، فهنا مجموعة من المعلومات القيمة التي صعبت يعني الحصول يعني أن تعرفها يعني انطلاقا من مكتسبات، يعني يجب على أن يكون مجهود يعني في الطبيعة لكي يعني تطبق يعني ما تدرس. فأتمنى أن تكونوا استفدتم انطلاقا من هذه المحاضرة. لو هناك أي أسئلة بخصوص الفوالق أو بخصوص الطيات أو بخصوص الدرس كامل فمشكورين أن تتفضلوا، سواء أعطي المايك أو
سيرب ديسكريبشن. هل في اي سؤال كده يا جماعه؟ يا استاذ احمد. ايوه. اتمنى ان تكون استفدت. جدا والله، يعني انا متمتع والله. مرحبا مرحبا، على راسي. الله يخليك يا كمان. على راسي. هو تمام كده، واضح ان مفيش اسئله. لو مفيش اسئله ان شاء الله يعني القاكم ان شاء الله في الحصه القادمه او المحاضره القادمه ان شاء الله في نفس التوقيت ان شاء الله. شكرا لكل الاعضاء، شكرا للاستاذ احمد يعني الساهر وكل يعني كل الطقم يعني الساهره على هذه المجهودات. شكرا جزيلا. عفوا يا فندم، جزاك الله كل خير. الله على راسي على راسي.